التوضيحات اللي قدمتهن. وصلنا معكم لقاءنا نحكي على أرقام المرصد الوطني للفلاحة بعد تسجيل ارتفاع في سعر دجاج اللحم عند الإنتاج ب 5.7% خلال شهر سبتمبر. شنية الحكاية وشنية تفاصيلها تتشويتة؟ لشيفر. فلشيفر ضيفنا اليوم رئيس الغرفة الوطنية للمذابح ومحولية اللحوم البيضاء سي فتحي غريب. مساء نور، أهلا وسهلا، مرحبا بك، شنو حوالك؟ مرحبا بك، يسلمك أختي العزيزة. شكرا. الاسم فتحي غريب. غريب، مرحبا. غريب، مرحبا بك. شكرا جزيلا. مرحبا سي فتحي. نحكي على أرقام المرصد الوطني للفلاحة خلال شهر سبتمبر 2024. بلغ متوسط سعر دجاج اللحم عند الإنتاج 6977.5 مليم في الكيلوغرام مقابل 6602.54 مليم للكيلوغرام خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، أي بارتفاع يقدر ب 5.7%. الارتفاع هذا هل تم تسجيل، لماذا تم تسجيله أولا، وهل نحكي اليوم على الدجاج اللي موجود في المذابح اللي بعد يتباع للتجار التفصيل؟ هو إحقاقا للحق أنه المعلومات اللي عندكم هذه، أنا كيف نرجع لنفس التواريخ في سبتمبر 2023 هاي الدجاج في الفترة هذه كتلاقوا السعر متاعه الدجاج الحي لحظه الناس كل مع العودة المدرسية، وخلينا في المطاعم دوبل سيونس معناتها رجعت حلت المطاعم وليت ثم حركية خلى أنه الدجاج الحي يكون السعر متاعه معناتها زاد. اللي لاحظناه السنة واللي زدني نحب نأكد عليه يعني أنه راه من ليش نتساو في تونس أنه مالوريزمون في كل القطاعات عندنا زوز دو مارشي، عن السوق المنتظمة والمنظمة اللي عن تاريخ لزباتوار وعن تاريخ لزنتيغري واللي موجودة معناتها هذيك الدجاج فيها مسعر لتسعيرة من وزارة التجارة هاي. واللي هو بسبعة دينارات وخمسمائة دجاج باك معناتها جاهز للطبخ على مستوى المذابح، ثمانية دينارات وخمسمائة بالنسبة للمستهلك. الاسكالوب ديكو الرومي الاسكالوب الدجاج 14500 عند المذابح، وبالنسبة للمستهلك 16 دينار للنوعين متاع الاسكالوب. اليوم اللي نراه فيه أنه المارشي الباراليل هو اللي طغى على السوق وخاصة في دجاج الحي اللي من سعر إيه كنا نحكي على 7000 اللي كنت تحدث عليه، هو أعلى من الأرقام اللي حكى عليها المرصد الوطني للفلاحة. أنا نحكي لك أنا الدجاج باك جاهز للطبخ مش حي، مش حي فلا حكيت عليه دجاج حي، دجاج حي اللي بالحق السعر متاعه وصل لسبعة دينارات و800 في بعض الأحيان، اللي من 6800 لسبعة دينارات وتو حاليا في سبعة دينارات تقريبا سبعة دينارات و200 حتى لتو في أكتوبر. معناه في أكتوبر أعلى من سبتمبر، وش نسجلوا أرقام شو نكونوا واضحين معناته؟ نفس سبتمبر إذا كان مش أرفع. إذا كان المرصد الجمعة، إذا كان المرصد يتحدث على 6977 في شهر أي حي نحكيه، قلت لي توا ولا أي حي توا قدش يمشي معناتها، كي نحكيه على الأسعار متاع أكتوبر أي فلا أعلى لموين معناتها لموين دي موا هي اللي ظهر من بعد نجم يكون أقل من 7000 أو أكثر من 7000 معناتها هذاك يكون في آخر شهر. إحنا في نصف الشهر والأسعار ما زالت على غرار شهر سبتمبر معناتها بنفس الطريقة. هل السوق الموازية اليوم معناتها سي فتحي غريب تمثل قديش النسبة معناتها بناء نحكيه مثلا وطنيا معناتها قديش منظم وقديش موازي؟ أنا قلتها وطنيا وقلتها معناتها في العديد من المناسبات، معناتها السوق الموازية تكون في حدود 50%، راهو نتحدثوا على ما بين 40-50% سوق موازية. هذا معناتها مما لا شك فيه، وربما تو في الدجاج الحي فاتت 50% لأنه أغلبية الدجاج قاعد يمر بالمارشي باراليل الدجاج الحي. يبقى الدجاج المنظم اللي هي راجعة من حصة أمهات الدجاج الأمهات اللي نستوردوها عند المذابح بنسبة 17% من الحصة كاملة و10% عند الشركات التعاونية. هذوكم قاعدين محافظين على المستوى المعقول اللي هو في حدود تقريب حاليا يمشي في حدود 5 دينارات و500 5 دينارات و700 5 دينارات و300 في بعض الأحيان، هذاك اللي قاعد يمشي حسب
البورسنتاج نتاع الامه الدجاج اللي متحصلين عليها المذابح والشركات التعاونيه هذو مجموعه من الفلاحه مربوطين مع بعضهم. اما 73% عظم قاعد معناتها خارج معناتها المذابح وخارج التعاونيات، هذاك قاعد يسبب لنا في المشكل الكبير اللي هو غلاء الدجاج الحي، وبدا من اوت وسبتمبر وقاعدين نتبعوا فيه لحد الان، قلنا ربما في اكتوبر مش ينخفض، لحد الان السعر قاعد معناتها شدد في نفس التسعيره. هذا شيء اسف ياسر، انه على غرار كل القطاعات، احنا غير قطاع الدواجن فيه، انا ناكد لك انه ثم ال 50 ما بين ال 40 وال 50 وشبه متاكد انه 50% مارشي باراليل، سوق موازي، سوق القصعه اللي نسميوه، الدجاج يتذبح معناتها في قصاع وفي دراجات، والسعر نتاعو لعلمكم انه شفناها بعينينا، السعر نتاعو موجود في الاحياء وموجود حتى في الاسواق ب 11 دينار و11 دينار و500 و11 دينار و700 باك جاهز للطبخ، على سعر على تسعيره الدوله، تسعيره وزاره التجاره ب 8500 المستهلك. يعني شنو اليوم المواطن قاعد يمشي للباراليل خاطر مش متوفر المنتوج في المارشي المنظم هكا ولا لا؟ معناتها شنو يخليني انا كمواطن نشوف شنو نشري ب 11000 الوغ كو هو منظم من قبل الوزاره ب 7000 معناتها؟ لانه عندنا 17% من الكوتا نتحكموا فيها احنا المذابح، مع 10% نتاع الفلاحين نتاع التعاضديات اللي هما الشركات التعاونيه، الباقي ماناش نحكموا فيه احنا. الباقي قاعد يعيش في 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 عالم وحده. وهذاك علاش الفل والحوايج، علاش الانتاج مش موجود معناتها؟ يشتري لا لا الانتاج هنا موجود، انا نطمنكم كونه عندنا 13500 و14000 طن موجود، ولكن اللي بقى هو الدجاج الحي اللي ارتفع واصبح معناتها يمثل نسبه كبيره اللي التجار يقتنيوا من الاسواق هذيك الدجاج الحي. ومالوريزمون رجعت المونتاليتي من بعد ما تحرت من بعد الجريب افيير في 2006 2007 والناس لا تتجه الى المذابح، بعد ما جات الثوره رجعت المارشي باراليل، رجعت الدجاج الحي يتباع في الاسواق، والمواطن لك المونتاليتي اللي غالب ما نجمناش معناتها نحسوا نخدموا عليها خدمه كبيره، اللي هو المواطن اذا به الدجاج تذبح قدامه. الور تذبح قدامه فك لي كونديسيون تاع الذبيحه وك الاوساخ وك الصل، سامحني في الكلمه، اللي يخصوا فيه الماء باش يخصوا فيه الدجاجه بك الماء المسخ. ما نعرفش المواطن في عده اماكن يحب الطريقه هذيك ويرى الدجاجه قدامه، هذا مش معقول. هذا احنا تولينا في عصر اللي هذاك ما يلزمش يكون، ثم مذابح عصريه، ثم مذابح تشغل مئات العمال، ثم مذابح عليها رقابه صحيه معناتها صارمه جدا على المذابح بيطريه منذ الفلوس معناتها في المداجن في وسط المذبح، والكونترول نتاع وزاره الفلاحه ديما متواصل في المذابح. اليوم الباقي المواطن يحن بشراء دجاجه تذبح قدامه اللي هي مالوريزما عاده سيئه، عاده قديمه، عاده ما فيهاش حتى جانب من الصحه. ما يقول لك حلال، انا كي نشوفها قدامي معناتها ذبحت بطريقه حلال، لا انا ما نشوفهاش. انا ناكد المواطنين في تونس الكل أن المذابح التونسيه بالماركات المعروفه تقول عندها ناس تذبح في الدجاج، يذبح في 10000 ولا 50000 ولا 100000 طير دجاج، تلقاهم زوز ثلاثه من الناس يرتفعوا لبعضهم وفي اتجاه القبله ويسميوا ويكبروا. هذا اللي ناكده لكم، بالعكس عندنا احنا حلال اكثر من اللي تتصور، يخافوا ربي، وفي اغلبيه المذابح نتاعنا معناتها تلقاهم ناس يخافوا ربي موجودين اللي قاعدين معناتها ناس مصلين، ناس يخافوا ربي، يقول لك كل صدق. وفي العمليه هذيك احنا معاونين ميتيكول، الذباح لازم يكون انسان ثقه. وبالنسبه لك الاماكن الاخرى فك القصاع هذوكم رينا مناظر مقرفه معناتها ما نجمش نحكيها في العلن، ما هي عباد تذبح هو معناتها في عالم اخر. فوالا معناتها اليوم الرقابه لازمها زاد، اذا كان نحكيو اليوم اكثر من 50% اليوم من المارشي هو مارشي نوار، مارشي موازي بظروف ودي كونديسيون اليوم ما همش معناتها صحيه بالمره، معناتها اللي خلى اليوم انه الوزاره تعمل تسعيره ونمشيو اليوم للاسواق نلقاو تسعيرات اخرى مخالفه تماما، يعني هذا اليوم نعتبروه اليوم خارج التسعيره تكبل الا المذابح. اما المارشي باراليل ما عندوش تسعيره وقاعد يشتغل وراه فيه يوميا. وهو اللي قاعد تاخذوا معطيات صحيحه بالارقام، مع احترامي لكل من يعطي الارقام. عندك المجمع المهني المشارك لمنتوجات الدواجن والارانب عنده الاحصائيات وعنده لي دوني بريسيز.
نحاولوا نتواصلوا معاه ان شاء الله، نحاولوا نتواصلوا معاه ويكون حاضر معنا المجمع المهني المشترك باش نحكيوا اكثر في هذا الموضوع. ماذا بينا ديما نركزوا على الحاجات اللي يعني اليوم كي نحكيوا على البروتين معناتها ديما موجوده في العظم وفي الدجاج تقريبا يعني، والحاجات الاخرى ما عادش يخالط عليها المواطن اليوم. شكرا جزيلا لفضلك سي فتحي غريب رئيس الغرفه الوطنيه للمذابح ومحاولي اللحوم البيضاء الموافق.